هذه هي أوروبا التي تعيش أكبر انقساماتها حيال روسيا الآن. السبب ليس الموقف من حربها في أوكرانيا، فهذا متفق عليه بلا خلاف، لكن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبقى أصل الجدال. مجموعة السبع التي تضم أوروبياً كلا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تقترح تحديد سقف سعر للنفط الروسي المنقول بحراً ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل، وآخر سعر مقترح لم يتجاوز 62 دولاراً. برأيهم هذا السعر سيبعد الأسواق عن حالة الانقطاع ولن يدعم الخزينة الروسية بكثير من الأموال. لكن هنا تبرز معارضة كبرى من بولندا ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي ترفض كل ما سبق وتشدد على تخفيض أكبر لسعر النفط الروسي لحرمان موسكو من مورد سيغذي آلتها الحربية في أوكرانيا. ليسوا وحدهم، اليونان وقبرص ومالطا من بين المعترضين، هؤلاء الذين يعتمدون على موارد شحن النفط بحراً والتي يستهدفها الأوروبيون من فرض السقف السعري، فلا مانع من رفع سقف الأسعار بالنسبة لهم شرط توفير تعويضات للخسائر المحتملة لعمليات الشحن البحري.